بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. بسم قال أبو جعفر إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وتقدم إليه في وصفه بها قبل جميع مهماته، وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها، فيه افتتاح أوائل منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم، حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل بسم الله على ما بطن من مراده الذي هو محذوف. وهذا التأويل من ابن عباس ينبئ عن صحة ما قلنا من أنه يراد بقول القائل مفتتحا قراءته بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بتسمية الله وذكره، وأفتتح القراءة بتسمية الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويوضح فساد قول من زعم أن معنى ذلك من قائله بالله الرحمن الرحيم أول كل شيء، مع أن العباد إنما أمروا أن يبتدئوا عند فواتح أمورهم بتسمية الله لا بالخبر عن عظمته وصفاته، كالذي أمروا به من التسمية على الذبائح والصيد وعند المطعم والمشرب وسائر أفعالهم، فكذلك الذي أمروا به من تسميته عند افتتاح تلاوة تنزيل الله لسور القرآن وصدور رسائلهم وكتبهم. القول في تأويل قوله تعالى الله، قال أبو جعفر وأما تأويل قول الله تعالى ذكره الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. الرحمن الرحيم، قال أبو جعفر وأما الرحمن فهو فعلان من رحمة، والرحيم فعيل منه، والعرب كثيرا ما تبني الأسماء من فعل يفعل على فعلان، كقولهم من غضب غضبان ومن سكر سكران ومن عطش عطشان، فكذلك قولهم رحمن من رحيم، لأن فعيل منه رحم يرحم، وقيل رحيم وإن كانت عين فعل منها مكسورة لأنه مدح، ومن شأن العرب أن يحملوا أبنية الأسماء إذا كان فيها مدح أو ذم على فعيل، وإن كانت عين فعل منها مكسورة أو مفتوحة كما قالوا من عالم عالم وعليم، ومن قدر قادر وقدير، وليس ذلك منها بناء على أفعالها، لأن البناء من فعل يفعل وفعل يفعل فاعل، فلو كان الرحمن الرحيم والرحيم خارجين على بناء أفعالهما لكانت صورتهما الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة الكتاب. الحمد لله، قال أبو جعفر ومعنى الحمد لله الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته
وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. حدثني سعيد بن عمر السكوني قال حدثنا ابن الوليد قال حدثني عيسى ابن إبراهيم عن موسى ابن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. رب. قال أبو جعفر: قد مضى البيان عن تأويل اسم الله الذي هو الله في بسم الله، فلا حاجة بنا إلى تكراره في هذا الموضع. وأما تأويل قوله رب، فإن الرب في كلام العرب منصرف على معان، فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا، ومن ذلك قول لبيد ابن ربيعة. بشر بن عمارة قال: حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال جبريل لمحمد: يا محمد قل الحمد لله رب العالمين. قال ابن عباس: يقول قل الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات كلهن ومن فيهن، والأرضون كلهن ومن فيهن، وما بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. يقول: اعلم يا محمد أن ربك هذا لا يشبهه شيء. الحمد لله رب العالمين. القول في تأويل قوله العالمين: قال أبو جعفر: والعالمون جمع عالم، والعالم جمع لا واحد له في من لفظه، كالأنام والرهط والجيش ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جماع لا واحد له من لفظه. والعالم، العالم اسم لأصناف الأمم، ولكل صنف منها عالم، وأهل كل قرن من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس عالم، وكل أهل زمان منهم عالم ذلك الزمان، والجن عالم، وكذلك سائر أجناس الخلق، كل جنس منها عالم زمانه، ولذلك جمع فقيل عالمون، وواحده جمع، لكون عالم كل زمان من ذلك عالم ذلك الزمان. حدثنا أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قوله رب العالمين، قال: الإنس والجن. الرحمن الرحيم، كما قلنا، قال أبو جعفر: وأما الرحمن فهو فعلان من رحمة، والرحيم فعيل منه، والعرب كثيرا ما تبنى الأسماء من فعل يفعل على فعلان، كقولهم: من غضب غضبان، ومن سكر سكران، ومن عطش عطشان، فكذلك قوله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.